السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أحبائي، جيناكم تاني في هاد العواشر. عيب عيب باش نجيوكم شي أخبار مزويناش، ولكن جيناكم نشرحوا بعض المواقف اللي صارت في هاد القضية ديال البنت ديال 12 عام، البنت اللي تغتصبات وحملات وولدات. حنا غنشوفوا الجانب ديال الوالدين. شكون فيكم يأكد ليا انه حس الوالدين ديالها صادقين؟ ممكن شي واحد بنته تحمل وعندها 12 عام، راه الظلم والحقرة في النفس، وينوضي هو يقول ان بنتي مضارب مع الجيران اللي هم عائلتي اغتصبوها ليا. في نظريتكم واش هو غادي يعطي بنتو او يحرش عليها يغتصبوا لي باش يشد هاد القضيه اللي كانت بيناتهم جوج المرات وما كسبوهاش ويكسب الشرف ديال بنتو؟ السيد كيبكي محقور، تاق فيهم، استدرجوا كيجيو عندهم كيدخلوا للدار كي المراه كي الراجل كيغسلوا للراجل الكبير اللي هو بر به وكيعاونوه في باه باش ضمنوا الثقه ديالهم فيه، باش خلاو الرجل كتدخل وكتخرج للدار على اساس ما كاين حتى شي شبهات. شكون فيكم اللي شاف المراه الام ديال المغتصبه البنيته اللي عندها 12 عام انها صادقه ما كتكذبش؟ كيفاش كتبكي وكيفاش عندها الحقره وما كتعرفش تهضر، ما كتعرفش تخرج جمله مفيده، عندها سؤال من هنا وكتجاوب من هنا، محقوره محقوره وتشمتت وما عرفتش راسها غادي تشمت. كانت واثقة الثقة، كانت دايرة الجرة بين عينيها، كانت دايرة الأمان في وليداتها، كانت حاطة السن ديال بنتها أنه ما يقدرش حد يغتصبها ولا يغدر فيها، ولا عمرها حطات في بالها أنها غادي هذيك البنت إلا كان بصح عنده مشاكل غتكون سبب في انتقام ديال المشكل اللي هو مشكل الأرض مشكل البهيم. شكون فيكم اللي شاف الجدة وهي كتهضر بواحد العفويه اللي كنشوف انا وربما حتى نتوما كتشوفوا انها شويه قافزه على الابن والزوجه ديالو؟ شكون فيكم اللي سمع البنت وهي كتحكي وحتى هي ما كتعرفش تجاوب لان بنت صغيره؟ حنا ما غاديش نوقفوا على السن ديال 12 ولا السن ديال 16 ولا السن ديال 17 لانها كتسمى قاصر. الاغتصاب راه تغتصبوا بنات صغار وعندهم غير 3 سنين و 4 سنين، وهذا الشيء كنشوفوه اللي ما بغاش يحيد هذا الاغتصاب. شنو الفرق بين 16 وبين 12؟ بنت بريئة 4 سنين ماشي هي ان راه هذيك 4 سنين كتطور فيها البنت، بالعكس كتكون ضد اضطرابات نفسيه ديال اي طفل ما بين 12 و 16، لانه كيكون مستعد انه يدخل على 20، باقي ما كيتنماش مزيان، كتبقى ديك الحاله ديالو من 10 سنين ل 15 عام ولا 16 عام ان الطفل كيبقى باقي عنده واحد البراءه، ما كيعرفش شي حويج الا اذا كان داخل المدرسه. هاد الوالدين ديال هاد البنت ما خلاوهاش تمشي للمدرسه خوفا ان يشدها شي حد ويتعدى عليها، وما عندهم ما يديروا بديك القرايه، أمنوا عليها في الدار وأمنوا أن الجيران كاينين وأمنوا أن المغتصب ولد خته وصاحبه كيمشي ويجي وحدة الدار أو في قلب الدار، أنهم ما غاديش تكون عندهم واحد النظرة ديال يشوفوا واحد البنت صغيرة ويتشهوها لنفسهم، وما عرفوش أن دئاب كتمشي بجوار البيت وكتربس وكتبلاني. انتوما قلتوا هذا انتقام، بغى ينتقم الأب على قبل البهيم اللي كتسرح عندكم او كتسرح عندهم، هذا ماشي مبرر. بغى ينتقم الاب ان امه ومرت عمه دخلوا للسجن بعد دعوه، بغى ينتقم الاب لنفسه حتى يعطي واحد الرجوله لراسو انه هو واحد انسان قوي. ورغم ذلك واخا ربما حنا نقولوا مثلا نمشي ونقولوا انتقم، السيد باقي ضعيف، السيد كيخدم وساكنين في الغابه، شكون اللي كيقول ان الغابه فيها الخدمه؟ المراه كتنوض مع الربعه الصباح وكتمشي معاهم مامنه معاهم ودافيه معاهم وغاديه معاهم وجايه معاهم. مفروض منين شفتوا هذا المشكل يبان لكم غير ديك الجوره وديك البراءه ديال ديك المراه اللي كتخلي بنتها وكتسد عليها من حق اي حد. هي ماشي في المدينه ولا لاباس عليها باش تنوض تكري ليها شي وحده اللي تجلس معها او تديها او تخرجها،
عندها الجده ديالها راه كتلعب البنت حداها. مره قالوا الاهل ديال البنت كيف ما حكات البنت وحكات الجندار انهم كيدخلوا عليها للدار ديالها، ومره ملي كيشوف ان الجده والجد مرض وجالسين وكيشوفوا الداخل والخارج وعايقين بشي حد كاين كيمشي ويجي، كيشدوا البنت وكيديوها للدار عندهم. بعد ما كتكون المراه ديالو حتى هي خاويه الدار من الربعه الصباح حتى الربعه ديال العشيه. علاش ملي كطرى شي مشكله ديما هذاك اللي داير الفعله ما كيخرجوش والدي حقانيين وكيعرفوا ان اليوم الدنيا وغدا الاخره، ويقولوا ممكن يديرها وحنا ما غاديش نخسروا هاد الناس وما نخسروش هاد العشره وهاد الجوره والولاد خطائين وممكن يديروا الانسان نركبوا الشيطان وكل واحد شيطانه في جيبه. لا، خصنا نتحقوا من هاد الشيء. اجل لا، نديروا يد في يد ونشوفوا هاد الشيء اللي كاين ونديروا لا دي ان، والا كان تصاب الولد ديالنا تعدى على بنتكم ماشي مشكل، حنا نتحملوا المسؤوليه ونغطيوا هاد الشيء والولد ولدنا والبنت بنتكم. والا كان هاد الولد ما دارش اي شك راه حرام، غادي نضبطوا النفس ديالنا بينا وبينكم وغادي نقلبوا حنا وياكم يد في اليد ونشوفوا شكون اللي دار هاد الحصله، منكم نتوما تشوفوا شكون اللي تعدى على بنتكم، ومني انا نعرف ان ولدي بريء وشكون اللي بغى يحط عليه هذا البطل. ماشي نوضوا نقولوا لا ونركزوا في السن ديال 12، لا عندها 16، الاخر قال لك لا عندها 17، باقي لك عام باش توصل 18. مهما يكون خاص تكون البراءه في النفسيه ديال الانسان يكون بالغ. راه البراءة كتولد معانا، خصها تبقى معانا، خصنا نحسنوا الظن ماشي باللي ما ظلم اللي ظلم ولا اللي ما ظلمش، نحسنوا الظن بالحادث اللي واقع، نقولوا هاد الانسان ولا هاد الانسان صار ليهم هاد الشيء راه ممكن يصير هاد الشيء، علاش ما نديروش اليد في اليد ونكتشفوا الحقيقه كلنا ونخليو القضاء يخدم، ماشي نخرجوا للاعلام ونجيبوا صحفيين ما عندهم حتى ذره صدق في الخبر ديالهم الا انهم عندهم المعاكس ديالهم مشى للطرف الثاني، حنا نجيو لهذا الطرف باش نوريوهم انكم خصكم تشدوا في السن وخصكم تشدوا في ان البنت حامله وكتخرج تسرح. يا اختي البنت كتخرج تسرح في الغابه، طالقينها تسرح في الغابه. الا السيد الصحفي النزيه السي يوسف الله يطول بعمره تيقول ان السيد ما عندوش البهايم، عنده لاباس عليه، راه حنا كنا كنعرفوا العروبيه راه الا عنده ولاباس عليه عنده الاراضي راه ما عنده ما يدير بها، خصو يدخل الشارع ويبيع باش ياخذ دوك الفليسات وياكلهم. وحنا كنعرفوا كاننا حنا ناس عاديين كنشتغلوا بيدينا، راه الا ما دخلناش وخرجنا راه ما كاين والو، خصنا ندخلوا ونخرجوا. هاد السيد راه غير كيخرج، راه كون باع شي ارض من دوك الاراضي راه غادي بصح غادي يمشي وغادي يسكن في المدينه وغادي يعيش وليداتو، ما غاديش يجلس في الغابه. المره تخرج مع 6 الصباح ولا 4 الصباح وترجع ليه في العشيه. هاد الناس لقاو هاد الكلمه ديال لاباس عليهم، اي لاباس عليهم بالاراضي، لاباس عليهم بالملك ديالهم، وارتينو على جدودهم، لان السيد كيبان ضعيف، ضعيف السيد مألم وزاد ضعف الحدث ديال بنتو ديال كبدتو. هذا الله يعلم اللي ما يكونوا شادين حتى الدراري الصغار الاخرين، علاش ضعوا شدوا بس غير في هذيك البنت؟ ضعيف من كل شيء، ما يمكنش ليه يدير واحد الثروه انه غادي يشدها وغادي ياكل فيها وغادي يشرب فيها. وانتم جيتوا لعبتوا على الكلمه ديال احنا ما فحالناش، ما فحالهمش ليهم الله، كيف لينا احنا الله وليكم حتى انتم الله كلمه حق. وكتقولوا راه حنا اللي ما فحالناش، واش كتلعبوا على السمع ديال المشاهدين ولا ديال المستمعين في القنوات ولا في القنوات ديال الاعلام، ان انتم ما لاباسش عليكم باش تنوضوا تكسبوا الحنان ديال الناس ويتعاطفوا معاكم؟ لا، البنت ديال 12 عام راه ما كتحملش. لا خالتي، لا حبيبتي، راه كاينين الناس تزوجوا زمان الزمان على 10 سنين وولدوا على 12 عام، كاينين الناس اللي تزوجوا على 11 عام وعلى 12 عام وعلى 14 عام. ربما انت ما تزوجتيش على داك السن وانت مرا كبيره، يمكن لانك انت تعتبرين في داك الوقت بايره، تاخديتي الراجل على 16 ولا 18 عام. خص الانسان يكون واعي شنو تيقول، ما تبقاوش تخليو الناس تبدا تحلل الكلام ديالكم وتخليكم انكم نتوما ناس ماشي حقانيين. ديري ديك البنت بنتك، وديريها بنت ولدك، وديريها بنت خوك،
وهي راه بنت جاركم والدم كيجري بيناتكم. ما تبقايش تقولي لا البنت راه كتمشي وجات هذيك راه راجلها اللي جات عروسه ولقاتها تتسرح على 4 سنين. ما يمكنش حنا البنت 4 سنين نخرجوها تتسرح. اذا ولدك عنده 11، ولدها عنده 11، والبنت كانت تسرح على 4 سنين، باقي ما وصلتش ل 16 عام، عندها 15 عام. ملي تكونوا تتهضروا ديروا عمليه حسابيه وديروا ما بيناتكم الله، وما تبقاوش تظلموا، ما تبقاوش تظلموا الناس، ما تبقاوش تظلموا نفسكم. راه قبل ما كتظلموا الناس كتظلموا نفسكم، لانكم كتمشيو للهويه، وراه تابعنا الاخره، تابعنا حساب، وتابعنا الحق سبحانه اللي غادي كل واحد اللي غادي يوريه اشنو كان تيدير وهو بعلمه. احنا اللي ما بعلمناش، احنا اللي كان ما كنعرفوش اننا احنا راه شي حوايج كنديروهم ماشي احنا مخططين لينا ولا مكتابين لينا، لا احنا كنديروهم بالعقل الخامج ديالنا. بعد ما تغتصب ولد في طنجه، ولد في تطوان، ولد في تافيلالت، ولد تغتصبوا هاد الدراري، وحتى من الكبار، حتى ابناء دراري وبنات كبار وتيتشدوا وكيتغتصبوا. رجعوا سمعوا بزاف ديال الحوادث كانت زمان في ايام السوشيال ميديا والايام اللي ما كانتش، وكان داكشي خفيف. دابا هادشي ولاو الناس كيسمعوه وكيتعاندوا، ما داروا ليه والو، ما فعلوا ليه والو، شنو كاع غيدير. انت اختي اللي كتدافعي على راجلك وتقولي جيتي ولقيتي البنت كتسرح بنت 4 سنين، هذيك البنت شنو ما كانت حسبيها بنتك، ما ترضيهاش لنفسك. انت براسك عندك ولد 11 عام يقدر الجار ولا شي حد يديه، وغتخرجي واحد النهار وتقولي اغتصبوه ليا، اش غايقولوا لك الناس؟ انت ما قبلتيهاش على بنت الناس وقبلتيها على ولدك. راه الواحد خصو يخاف الله، راه قلال ينخوف الله، راه لا دين لا مله عندهم. وما تخاف من حتى شي واحد في الدنيا، يجيك سبع، يجيك ضبع، يجيك حنش، يجيك فيل، يجيك بنادم بشر، شنو ما كان ما تخافش منه. الا عرفتي كيفاش تنقد راسك منه ما تخافش منه، الا يجيك اللي قليل خوف الله، هذاك خصك تخاف منه وتعض في جليلك وتجري وما تلفتش. بحالكم نتوما بالثلاثه اللي خرجتوا قلالين خوف الله، ماشي قلالين، ما عندكمش كاع الخوف، تضامنوا كيجي معكم واحد القناة حتى هي كتشجعكم باش تجيب يعني اتجاه المعاكس، ان هذا قال وهذا هي الحقيقة فين كاينة. كتسرح البنت طالقينها تسرح في الغابة. يا اختي عرفتي شكون اللي اغتصبها؟ اغتصبها السبع، هذيك الكرش جابتها من السبع ماشي من راجلك انت ولا من ولدك ولا من خوك، لا. ولا يمكن الضبع، يمكن الضبع هو اللي اغتصبها، ولا الديب، حتى الديب يقدر يغتصبها باش تولد هذيك البنت، حيت هادوك كلهم يقدروا يغتصبوا هالاسباب، المكر، السلطه، والدهاء. هادوك كلهم كاينين في السبع وفي هادو، لان وفي الديب وفي الضبع، لان هادو هما الاشياء اللي كاسبه الغابه، هادو الاشياء اللي ممتلكه الغابه. اما ولدك ولا راجلك ولا خوك ما غاديش يقدر يدخل الغابه، لان فيها الناس اللي كيغتصبوا. اما هادوك البشريه اللي هما نتوما عندكم الانسانيه، ما تقدروش تغتصبوا هذيك البنت الصغيره، ما يقدروش. متاكده وما متاكداش ان ولدك يغتصب. ولدك اصلا، ولدك فقد فيه الثقه السيد لما عرف ان الراجل اللي عنده الدراري هو اللي دار هذه الفعله، وماشي بعيد يكون هو الاول اللي دارها وقال لولد خصو سير باش يخطط، يتسمى انه ماشي انا راه هو اللي دار. والاخر يقول ليه راك شتي انت اللي درتي وراها عندك تقول انا. والاخر حتى هو عيط لصاحبه وقال ليه هاجي، حيت هاد الاغتصاب راه تركيب عصابه وتكوين عصابه. بداو في الدار ويخرجوا للغابه، اي وحده لقاوها ويغتصبوها وتكرفسوا عليها. فين الانسانيه وفين الرجوله اللي كانت شحال هذه؟ الا كان الانسان غادي وشاف غير بنت غاده في الطريق كيعيط لها كيقول لها اش كديري هنا؟ علاش دزتي من هنا؟ تقول لها انا ضعت، ولا انا جابني شي حد لهنا تفلى عليا، ولا ويكون راجل وشاهم ويهزها ويديها ويخرجها الطريق، ويقدر يمشي معها حتى الجندرم ولا الشرطه ويقول لهم هاد السيده فين لقيتها؟ وهنا موجود، وشوفوا الا كاينه شي حاجه، هنا موجود، انا اللي عتقتها، انا اللي درت لها. ما بقاش داكشي، كاين اللي لقى شي فريسه كياكل وكيعيط ويوكل معاه يقول لي اجي، والديها ما كاينينش. والبنت قالت في الوقت اللي ما تيكونوش والديها والوقت اللي تيكون السوق. والسيد اصلا منين عرف من هذاك هو الصديق، هذاك هو الحبيب ديالك اللي مشى معاك في الطريق وكيشوف وتيقول واش نقول ولا ما نقول ومتردد. وفي الاخير قال لي راه بنتك حامله.
ربما انهم هما طالقين الكلام في دور اخر باش يمشيو الدراري ديال الدور الاخر يشدوا البنت باش تمشي عليهم التهمه. لكن ديما المغتصب او المغتصبه كيعرفوا الاول اللي اغتصبهم، الاول اللي حل الطريق ديال الفساد عليهم، الاول اللي قتل الطفوله ديالهم. ما كينساوش، تقدر تنسى اي واحد ولكن الاول هو اللي قالت فيه وهي اللي غادي تعرف شكون الاول، ومازال التحقيق ساري. حنا نقولوا حتى لهنا راه هاد الناس بريئين، لكن ما غاديش البنت تجي غادي تكذب، تقدرش البنت تكذب، خصوصا ان تألمت ونفسيتها تعبات، لان صافي شافت ان هي صغيره وطلعت عندها واحد تلقائيه ديال الامومه، وعرفت بان راه هي دخلت على واحد المرحله باقي ما قربتش ليها، يعني نفسيتها تعبات. اكيد السيده غادي تنفجر، غادي تقولش بزاف ديال الحوايج عندها لداخل. شويه بقيتو شويه تقولوا ان خوها ولا باها اللي دار لها داك الشيء، كثرت اللي كتقولوا لا راه عندها 17، لا عندها 16، لا راه ماشي ولدي اللي دار، ماشي خويا اللي دار، ماشي صاحبو اللي دار. صافي قربتوا شويه تخرجوا على السيطره، وانتم كتقولوا بنفسكم ان هذا انتقام، يعني انتم اللي انتقمتوا. ربما يكونوا العيالات ما فراسهمش، لكن الرجال فراسهم فراس، والرجال ملي كيبغيو ينتقموا كيكون الانتقام ديالو الاغتصاب والسرقه. ملي كيكون عنده شي مشكل مع شي حد اخر تيقول تيحط في راسو الا عنده شي دراري ولا عنده شي حاجه يا يسرقهم يا يغتصبهم. وهذا الشيء كاين وموجود في العالم باسره. وحنا كنقولوا حنا كدوله اسلاميه وكيفتاخروا الناس بالمغاربه اللي كنجلسوا معاهم، وتيقول لك المغاربه دوله دينيه، المغرب دوله دينيه والناس مضيافين. ملي كيجيو يدخلوا القنوات، حنا كمغاربه كندخلوا القنوات كنسمعوا الاحداث اللي كتصير، حشومه ان شي انسان غير سامع بالدين كيديرها. راه غير انسان سامع بالدين ما يديرهاش عباد الله، راه الكافر بالله ما يديرهاش الا المجرم. المجرم واش الانسان تيقول الحمد لله اني انا تزاديت في الدنيا مسلم؟ راه الله سبحانه وتعالى راه قطع لك واحد المسافه ديال العبء التفكيري والجسماني والنفسي، انك تنوض واحد النهار وتكبر وتقول انا وليدي كفار وانني انا جيت كافر، وكتبقى متردد واش تدخل ولا ما تدخلش في هذاك الدين، وشكون هو هذاك الدين. وإلا كنتي كاع راضي عليك سيد ربي كتدخل وتعمق في الدين وكتعرف راسك ان راه هذاك الدين اللي فيه راه ماشي خايب، وانما الدين الاسلام افضل. هذاك الدين بالديانات جا دين الاسلام، تقول انا الله بغاني انني غادي ندخل لهذا الدين لان والديا ماشي مسلمين، وكتبقى كتسلم وكتعيط لوالديك تقول لهم سلموا، وكتعلمهم تلقي لهم واحد الدرس ديال ان راه الاسلام شي حاجه عظيمه عند الله. غير المسلم اللي هو تزادوا القراصو مسلم بوالدين وجدوده واصل وجذور وشي حوايج اللي كيتبرش فيها اللحم ديالو وكيقول الحمد لله على نعمه الاسلام. ملي كنشوفوا شي منكر كنقولوا الحمد لله على نعمه الاسلام، كنصومو كنصلي وكنزكي وكان عندنا الرحمه. راه الرحمه شتي، لا ما كايناش الرحمه في القلب راه يقدر الانسان يدير حتى شي حاجه، يدير كل شيء، يقدر الانسان يدير كل شيء، يدير اي حاجه تصور على البال يديرها، ولو يكون مسلم ولو يصلي ولو ما عندوش الرحمه راه يدير اي حاجه. وراه حنا كنشوفوا كاين اللي كيضرب الدراري صغار يلا عندهم 7 ايام، اللي عندهم 40 يوم، كاين اللي كيقتل، كاين اللي كيدير. علاش؟ حيت ما كاينهاش الرحمه. ولكن الا كانت الرحمه راه كتبكي مع اللي كيبكي، وكتحس باللي الانسان اللي داير واحد الخير، داير واحد الخير فيك، ولا داير انت فيه واحد الخير، ولا داير الخير في نفسه، ولا داير الخير في شي واحد اخر، وكتبغي تبادل الشعور وتبادل بزاف ديال الحوايج اللي كتشوف الناس سابقينك فيها. راه ما خصناش نغيروا من هذا دار فيلا وهذا دار ارض وهذا دار عماره وهذا سافر للخارج وهذا، لا خصنا نغيروا من الناس اللي سابقيننا بالدين وبالايمان وبالرحمه، والناس اللي كتصدق، الناس اللي كدير شي حوايج اللي كتنهي على المنكر. الانسان خصو يصلي وخصو يصوم وخصو يزكي وخصو يخاف على جاره. فين هي الجار اللي كانت جيران بحال بحال، خدامين بحال بحال، الوضع ديالهم بحال بحال، ولكن ملي كتدخل عند جارك وكتلقى عنده ما كاينش داك الدفء حتى ديال البخار ديال الطاجين ولا ديال المقراش ديال الماء باش يعمرها تاي، كتلقى الدنيا بارده. المراه كتفهم، كتقول لراجلها اليوم غادي نهزوا العشاء وغنمشيو نتعشاو في دار فلان، تيلقاو من عسوب كري كيدقوا عليهم، سواء في المدينه ولا في الباديه هادشي كان كيدقوا عليهم، ونوضوا انتوما نعستوا
ونوضو حنا ما بغيناش نتعشاو بوحدنا، جينا وجبنا الدراري وجينا نتعشاو، كيدوزو كلهم على لمه واحده على ميده واحده وكياكلوا وتيكبروا الدراري الخوت، وكيعمر شي حد ما اغتصب حد. الا لقاك في الزنقه جارك غير كدور ولا كتلعب ولا كتهضر مع مول الحانوت ولا كتجري ولا ولا دزتي من حدا شي دري كيقرا معاك وشي حاجه كيعيط لك كيقول لك يجي 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 وكيجر لك ودنيك وكيهضر معاك جوج كلمات باختصار، كتولي ترعش. فين هي هذاك الشيء؟ باقا الدنيا هي هي، راه غير بنادم هو اللي كيتغير حيت ملي كيكبر تيقول لك لا انا احسن من هذاك، انا نتقدى ونطيب وندي ليه ياكل. والله عمره ما كلا ياكل ويسد فم يسد بابه وينعس، والصباح يخرج الزبل فيه القشور ديال البنان وديال الليمون وديال التفاح ويتباهى به قدام الجيران بكري. لا الا عنده البنان يقدر يعصرو يشربوه بالمعالق، عنده البطاطا ينوض يطيبها واخا يديرها بلا لحم ياكلو جميع، خبز خبزة كيدير جوج ولا هذيك خبزة كيقسموها، غيتعشى هذا بوحدو وهذا بوحدو، كيجمعو العشاء كيجمعو الغداء كيتعاونو على الزمان كيحسو بالغير. دابا لا، جيتي دخلتي بواحد طيبوبه بحال هو من عائلتك، راجل كبير خصو اللي غسل لي واللي خرق لي واللي جلس معاه، وانت كتهندز. اخيب حاجه ان الانسان يدخل عندك ورامي عينيه وتيهندز لك فين غيدخل وكيفاش غيدير وقتاش غتكون، ولا ربما حتى وليتي كتسولو واش غتكون غدا، غتمشي للسوق غادي تمشي غادي تديه، ما كاينوش خرجته ويخرج برا، ما غاديش يخرج، خلي غير جالس تما سير كون هاني، انا مره غادي تجي راه العيالات خرجوا، راه هادي سيري خالتي جيبي هادي سيري حلبي سيري ديري ايه، وانت كتدخل الموضوع راه فيه غير 5 دقائق، يجر البنت عنده يتفلى عليها أو اللي يدخل الدار يتفلى عليها، ولا ربما حتى هذاك السيد اللي مات الله يرحمه شاف شي حاجه وما قدرش يهضر ومات وداكيته في قلبه، نتمنوا من عند الله ما تكونش هذه. على الاقل الانسان يمشي وقلبه صافي ما كيعرفش شنو خلى من موراه، وربي مدبره وحكيم. تقوا الله، الناس اللي طالعين كدفعوا على ولادكم، راه صحيح ان هادوك الثلاثة راه غيكون فيهم غير واحد أب الولد، واحد هو أب الولد هو اللي غادي يكون. إلا كان الأب اللي عنده الدراري راه غادي يتكفل بهذاك الولد بحال هادوك الدراري، وإلا كان الإبن راه خصو يتزوج بها ولو يتزوج بها ويطلقها، وإلا كان هذاك الصاحب حتى هو راه خصو يتزوج بها ويطلقها. كذا الحلول، راه المخزن هذا، راه نتوما واخا تفكروا تتعياو ويلقنكم الصحفي ويقولوا راه عندها 16 وراه 16 12 ما تحملش، لا الحبيبه ديالي لا خالتي راه تحمل، عندها 16 عندها 11، هذاك الشيء ما يمكن لكش انت تعرفيه، راه ربي سبحانه وتعالى هذوك داروا بالستره وقالوا راه ما شافنا حد، ولكن ربي سبحانه وتعالى قال لهم انا غادي ندير لكم الشوها اللي غادي تبانوا واحد يجر واحد، اللي عند الله ماشي بعيد. وربي الا بغى يفضح شي حد كيخليه غير كان كيتخطط في الدنيا كيفاش كيوصلوا للخيط ديال الفضيحه، اما الله سبحانه وتعالى عارفه شنو كاين وعارفه شنو في القلوب وعارفه شنو دايرين هذوك الناس وعارف النوايا ديالهم، وغادي يفضحهم بجهد الله، لان اللي عند الله ماشي بعيد قريب، وربي الا بغى يديرها كيديرها في الوقت ديالها، وربما ربي سبحانه وتعالى عنده حكمه ان شاء الله غادي نشوفوها كاملين. كنتمناو هاد الصحفيين وهاد الناس اللي كيدخلوا في التعليقات كيجيو من هادوك الناس اللي ظالمين مبدئيا، ما تبقاوش تشعلوا فيهم الحماس وتوريوهم، لان كيخرجوا وحدين اخرين تيسمعوا غير جالسين، راه دايرين فضايح اخرى جالسين كيتصنتوا اشنو النتيجه باش يخرجوا يديروها، هادشي راه عيب وعار. خرجوا للحق لان الله اسمه الحق، نقول الحق ولو على جدتي ولو على نفسي ولو على ولادي، نقول الحق لان باش ربي يجازيني ويكمل عليا وينصرني يوم انا نطيح في شي مصيبه خصني انا نقول الحق باش يبان الحق. ولادكم تكرفسوا على ديك البنت ما تقدرش تكذب عليهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.